مرحبا بكم في كوغولا، وحده ما بين اشهر المدن في سريلانكا. هذه المدينه هي جات في الجنوب قريبه لغول، تقريبا ساعه على غول، وتقدروا تجيو يا اما بالبوس يا اما بالتوك توك يا اما بالتران اللي بغيتوا، ولكن ارخص حاجه هي البوس. وانا صراحه اصلا نبغي نقترح عليكم تجربوا البوس، حيت راه واحد التجربه خياليه. كاع داكشي اللي كنت كنتصور على العشوائيه في لي بوس، هذا قال لي ما كتعرف في والو. البوس راه ما عرفتش انا كيفاش تما كيديرش لاكسيدون. انا جيت دابا للبحر ديال كوغولا، واحد من اشهر البحور اللي كاينين في سريلانكا، ومشهور بحاجه وحده، الصيادين اللي فيه اللي كيصيدوا الحوت، حيت كيصيدوه بطريقه مختلفه ما عمرك تكون شفتيها في شي بلاصه واحده اخرى من غير سريلانكا، وبالضبط في هاد المدينه في كوغولا. وتقدر تكون صراحه حتى في النواحي، ولكن اكثر بلاصه معروفه بطريقه الصيد هي كوغولا. مع وسط البلاصه اللي كاين فيها دوك الفيشمان والناس اللي كتصيد ديك الطريقه العجيبه، وهما يقولوا لي مع نزلت من التوك توك، هاد البلاصه كانت بعيده على البلاصه اللي انا كنت فيها، فاش نزلت هما يقولوا لي هادو اللي جالسين هنايا اصلا هما اللي كيصيدوا، قالوا لي تخلصينا 2000 روبيه. علاش اخويا شكون انت؟ علاش نخلصك؟ البحر ديال الله، بغيت نصور البحر. قال لا انت غتصورينا حنا، قلت لهم عندي ما ندير بكم انتم، حيد ما عندي ما ندير بكم. المشكلة ما كانوا كيصيدوا ما حتى حاجة، غير جالسين في هاد الكوخ، ويقول لي المهم ما تصوريش، وبقاو لاصقيني، ويقول لي الدري هذا اللي جيت ناخذ من عنده شي حاجة نشربها، ويقول لي راه كيتنزو على عباد الله، على حتى واحد ما كيخلص على التصاور. ولكن بيان سور انا شنو كتعرفوا عليا، واش انا نقول لهم اوكي نخلصهم ونصور؟ قانون ما نخلصهمش وغنصور. للاسف في هذه الوقيته ما كانوش الناس كيصيدوا بزاف، ولكن المهم غير باش تاخذوا فكره على الصياده اللي هدرت عليهم. وهذه كتعتبر واحده من الطرق الاغرب في العالم، لانهم كيبقاو جالسين تما في هذيك الكشكوشه وكيبقاو يصيدوا الوقت كامل. والله الا قال لك خلصيني عاد صوري، تقول البحر ديال باي كتقولي في سميتو. اصلا اش غنصور؟ ما كاين حتى واحد هنايا. وانا راجعه بحالاتي من داك البحر اللي كنا فيه قبيله، دانت ليا الطياره هادي، ما عرفتش واش دايرين فيها الكونسيبت ديال الطياره غيستو، صافي واش كتخسر شي طياره ولا ما كتبقاش كيبقاوش محتاجينها كيردوها غيستو، ما عرفتش يمكن دايرين نفس الفكره هنايا. شي نشوف صراحه هاد البلاصه زوينه، هاد كوغانا مدينه زوينه، ولكن كالم زوينه على البحر كل شيء. تقدر الا كنتي من عشاق البحر وداك الشيء تاخذ لك شي هوستل ولا شي اوتيل ولا شي غيست هاوس زوين، ولكن ما فيهاش الا كنتي من داك النوع اللي كيعجبك جونغ الصداع والسوق والمدينه القديمه وداك الشيء، ما فيهاش. شوف هاد الطياره هادي، انا عرفت منين تويا انا كنت كيحسبت لي غيستو ساعه، لا ها هو الغيستو هنا، ودايرين هاد الطيارة هادي كبلاصة سياحية. صراحة فكرة زوينة يستافدو منها ويدخلو منها الفلوس، يعني إلا بغيتي تطلع تشوف الطيارة كي دايرة ولا منعرفش تجلس ولا تصور ولا شي حاجة، أجي غي دخل. بيان سور كتشري تيكي، كيما مديرش نشري تيكي باش ندخل نشوف الطيارة كيفاش دايرة، حاطين فيها غير الكراسة وهذا. كون داروها غيستو صراحة كانت غتأتيغي السياح بزاف كنظن. غالبا كيبغيو يجيو ولاد الدراري الصغار بحال هاد العائلة هادو، جايبين معاهم ولادهم. السريلانكيين ما عندهمش مقبره بوحدها، لا لا لا، وسط الديور تقدر تمشى وتلقى مقبره في الشارع. وانت كتمشى في الشارع تقدر تلقى مقبره، ما كاينش مشكل، غير كتفوت المقبره، هذا هو التران، السكه ديال التران هذه تقدر تقطع منها تخونكيل، ما كاينش مشكل. انت وزرك جا التران وجمعك الله يرحمك، ما جاش صافي راك كتب لك عمر جديد. بان لي انا كاين واحد المعبد، هانتوما مقبره حداها معبد، السكه ديال التران، كل شيء في بلاصه وحده، ما عندك فين تلف. عندك فين تلف. ولكن شوف هذاك التراخ خصكم تجربوه الصراحه، زعما شنو هاد ديال البوذيين ولا ديال السيخيين ولا ديال اش من ديان هذا عاوتاني. انا بعدا راه ساكنه غير هنا في هذا الاخر ديال هاد الشارع، حدا ديك السكه ديال التران كاين واحد الكاس هاوس انا ساكنه فيه. هنا شنو هذا الشيء؟ هذا شي ما مقدس ولا ما نعرف، لان فيه الماء، فيه الماء وفيه شي كارو، واش هادو تي هادو بحالهم بحال الهنود، ما عرفتش من ديانا هذيك اللي تيكميو باش مش كيقول لك كنديروا رحله الى الاله، رحله عند الاله.
هذا قال لي الدري راه بودا. مسكين حل لي الباب. سيد نكتشف خاصك تحيد صباطك. حنا حيدناها. عرفتو ما نعاودش ليكم الريحة هنايا، هذا جد بودا يمكن ما نعرف، ما نعاودش ليكم الريحة هنايا قاصحة بالند، ماشي ريحة خيبة، هي ريحة كتزمت مزموتة القضية عندهم يربي السلامة، مزموتة ديال بصح ما حلينش الشراج، مسدين على ربهم خايفين عليه واش يطيح ويتهرس وما نعرفش داكشي. وش علي الند حيت هما باش كيصليو كيشعلوا الند ولا الشمع، مي اغلبيه الند شفتوه في بزاف البلايص، هي هو عشان يتسال الند وتسد على البلاصه ما بلاش. هانتوما عندهم هنايا شو سميتو كاع مصدي، هنا واحد قرايه من عرفت من 1903 واقيلا ما عرفتش داكشي. هانتوما عندكم واحد الميكرو، قال هاد التيمبل هذا ما كيجي لي حد، ميكرو مهرس سير شنو مازال كاين. المهم هاد القرايه هادو ما تسولونيش شنو فيهم، واش الماء واش العصير واش ما نعرفش داك اللي جاب الله اعلم. صافي ودابا هادشي اللي كاين. هو الند اللي قلت لكم، ولا يمكن شنو هذا اللي عارف شنو هي هادي يقول لي واش هادي كيشعلوا فيها العافيه ولا كيكميوها ولا شنو هذا جاب. اللي مخده زعما لا بغي ينعس ولا شي حاجه، طبل ولا بغي يغني ولا مل. شنو هذا الجرس هذا؟ هنا كاين واحد الخربه، كانوا فاش كيديروا الحفلات كيفرشوا هاد الحصيرات وهذا الشيء، وهنا كاين ما تبقى من الاليه. هذا بحال مغطي بالفاء الكوبرا ولا ما عرفتش كيسميوها. هذا مهرس اللي يديه صافي. هادشي اللي كاين شوف، ايوا وسط هاد المعبد هذا وسط خليا رجلي، والله الا يلا حلو كان مسدود. انا خارجه من المعبد تلاقيت هاد جوج عيالات اللي اقترحوا عليا انني نشوفهم كيفاش كيصليو الصلاه ديال البوذيين وانني نصور الا بغيت، وصراحه ما قلتش لا. المهم السيده وجدات داك العصير وجدات الماء، انا كنظن بانه داك عصير وداك الماء كنظن ما نعرف، يقدر يكون شي حاجه مقدسه عندهم. من بعد خدات هذيك اللعيبه الصفراء حطات فيها هذيك اللعيبه البيضاء اللي قلت لكم قبيله واش كتكما ولا ما عرفت شنو هي هذيك، هذيك غير باش يشعلوا فيها العافيه. ابخي كيشعلوه بقيده وكيشعلوا الند، شحال من الند وما عرفتش شحال، شفتها بدات شي 6 ديال الند وشعلتهم دقه واحده وطفاتهم بدات كتقرا على داك بودا. المهم نشوفوا البروسيس. المهم ما نصلاو شوفوا راونا كيفاش كيصليو الصلاه ديالهم، اسرع صلاه في الحياه فيها جوج ديال الثواني. صافي راكم شفتوا كيشعلوا الند كيدوروا على دوك التصاور وكيدوروا على داك خونا زعما شنو سميت هذاك، حيت كاين بودا التصاور وكاين بودا داك التمثال وكيحطوا صافي كيصليو. باقا هاد الشمعه هنايا، باقا ديك الشمعه ما عرفتش شكون يعاود يصلي من موراها. المهم صافي حنايا شفنا وغنمشيو في حالتنا.